الخير على كل مشاهدي ومتابعي موقع المصري اليوم في كل مكان. معكم القرشي حسن وموجودين مع حضراتكم في اللايف ده ننقل لكم يعني بشير جثمان المذيعه يعني ساره حسن من مسجد السلام، والان داخل جاري كفيل جثمان الى جامع السلام لصلاه الجنازه عليه وتشييعه الى مسواه الاخير بمقابر الاسره بالوفاء والامل. زي ما حضر انا امي باي باي ساره باي باي ساره باي باي ساره امك أعزائي المشاهدين متابعي موقع المصري اليوم في كل مكان، زي ما حضراتكم شايفين يعني زي ما حضراتكم شفتوا الشارع حالة من يعني الحزن من أهل المذيعة سارة حسن. جاري الآن صلاة الجنازة عليها وتشييع جثمانها إلى مسواها الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة الوفاء والأمل. سيطرة
الأسرة عقد وصول أو أسبوع. الحالة من الحزن الشديد طبعا مسيطر على أسرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمها ويلهم على أعصابها. السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبعد الكلمة محبا اعلم يقينا واعلم أخي الحبيب ورحمني الله وإياك أن كل بال وكل منقول سينسى وكل منقول سيخسى، ليس غير الله يرضى من علا الله أعلم. وانظر إلى هذا الكون كم من ملك رفعت له علامات، فلما على ملكه مات ولم يرضى إلا الله تبارك وتعالى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام. لذلك ابتدئ واعلم أنك ستذهب إلى لقاء ربك في قبرك وحدك، لا بال ولا ولد. يعني زي ما حضراتكم شايفين حالة من الحزن تسيطر على أهل الذي عاصر علي من أمام مسجد السلام بمنطقة مدينة مصر. يعني زي ما حضراتكم شايفين يعني أقارب المذيع سارة حسن هيقوموا بتأدية صلاة الجنازة على جثمنا من هنا من مسجد السلام. رحلت يعني المذيعة سارة حسن منذ ساعات بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت مصابة بمرض السرطان، وأقيمت صلاة الجنازة. الآن تقام صلاة الجنازة يعني بمسجد السلام. تمام. المذيعة سارة حسن كانت تعمل في قناة المحور وعانت من مرض السرطان منذ عام 2021، يعني خضعت لعملية استئصال ورم خبيث
لكن ذلك السرطان سرعان ما عاد بقوة وأثر على صحتها. كان آخر ظهور لها كان في عام 2022، وحينها يعني ساعتها اتكلمت عن عودتها لتلقي الكيماوي من جديد. كان ساعتها في آخر ظهور لها اتكلمت عن جرعات الكيماوي اللي هتبدأ تاخدها والجلسات بتاعتها الخاصة بيها ومتابعتها مع الدكتور، وكان كلمت وقالت ان الجرعات دي هتكون جرعات يعني كيماوي كثيفة جدا، وكتبت على حسابها الشخصي: تعبت يا الله راضية، والله والله راضية، والحمد لله رجعت للكيماوي بجرعات مكثفة، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. سارة يعني كانت بتعاني من سرطان المخ وورم الدماغ ونمو للخلايا في الدماغ او بالقرب منه. يعني الآن جاري صلاة الجنازة على المذيعة الراحلة سارة حسن من مسجد السلام، ويعني أقل من دقيقة ويتم تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير يعني بمقابر الأسرة. طبعا يعني الآن تم صلاة الجنازة على المذيعة الراحلة سارة حسن مذيعة قناة المحور، والآن جاري خروج الجثة.
الدفنان وتوديع وتشييع إلى المسواة الأخير بمقابر الأسرة. رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وزويها الصبر والسلوان. صلاة الجنازة عليها بعد صلاة المغرب. الآن متواجدين مع حضراتكم في تغطية مستمرة لتشييع مراسم تشييع جثمان المذيعة سارة حسن. رحم الله الفقيدة وألم أهلها وزويها الصبر والسلوان. نسألكم الدعاء. معكم مراسلكم القرشي حسن. نشكركم جداً.